تقديم الخدمة المتميزة في مجال التحاليل الطبية ليس فقط من خلال تقديم خدمة معملية فائقة الإتقان، ولكن تحقيق كل ما يتوقعه المريض في هذه الخدمة من حيث السرعة. مختبر الرازي للتحاليل الطبية، الدقة في نتائج التحاليل، إجراء فحص دوري شامل، إجراء اختبارات الهرمونات على أجهزة حديثة، إجراء اختبارات الحساسية، الأغذية والجهاز التنفسي. يوجد أيضاً جهاز حديث لتحليل نسبة الهيموغلوبين والبروتينات بالعزل الكهربائي من شركة سيبا الفرنسية. اختار مختبر الرازي الأجهزة المعملية من أكبر الشركات العالمية والمعتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في هذا المجال. المختبر متعاقد مع مختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال عينات خاصة باختبار النسب، إثبات الأبوة وإثبات الأخوة. كما يوجد أيضاً أحدث الأجهزة لقياس معدل السمنة من شركة تانيتا اليابانية. مختبر الرازي للتحاليل الطبية، الدقة في نتائج التحاليل.